ألو حلب. هلو. وحديثنا لهذا الصباح مستمعينا بألو حلب عن مدينة منبج وتحديدا عن بلدية الشعب اللي عم تقوم بدورة بتنظيم شؤون المدينة بجانب الخدم والبنى التحتية وإنجاز مشاريع عديدة بهدف تطوير المدينة. طبعا الحديث عن كل مشاريع البلديات رح يطول، لكن اليوم حيكون حديثنا متخصص أكثر مع مراسلنا شاهين محمد عن بلدية الشعب. يسعد صباحك شاهين. صباح الخير، صباح من جميعا. شاهين، فعليا اليوم عم نحكي عن بلدية الشعب، فبداية خلينا نعرف منك امتى تأسست بلدية الشعب ومين اللي أسسها؟ نعم، تأسست بلدية الشعب في منبج بتاريخ 15/9/2016 بعد تحرير مدينة من عصابات داعش، وتم تأسيس البلدية بكادر لا يتجاوز 50 عامل، ومن ثم تطور عمل البلدية حتى أصبح عدد العاملين فيها إلى 260 عامل. طيب شاهين، حاليا بداخل البلدية مين اللي عم يكون قائم على البلدية من إدارة وموظفين؟ طبعا يوجد رئاسة مشتركة، طبعا رئاسة البلدية هي الإدارة المدنية الديمقراطية. يوجد رئاسة مشتركة لبلدية الشعب في منبج، والتي هي متمثلة بالمكتب التنفيذي التي تقوم بمراقبة مخالفات البناء ومنح رخص البناء أيضا ومنح الرخص الحرفية والمهنية. أيضا تقوم اللجنة التنفيذية بالإشراف على مشروع صيانة الطرق. أيضا يوجد في البلدية إدارة ضابطة البلدية، مهمتها طبعا بقمع المخالفات المتعلقة بالبناء والتجاوزات والمخالفات العامة وتنظيم الأسواق في المدينة. أيضا بتواجد في المدينة إدارة دائرة التموين، بتقوم بدوريات يومية على الأبرار ومخلفات الوقود والمطاعم والمحلات والقصابين ومراقبة الأسعار ومراقبة الجودة والصلاحية. أيضا يوجد في القائم على إدارة البلدية يوجد مكتب الديوان، وظيفته يقوم بتنظيم الأوراق الصادرة والواردة المتعلقة بالبلدية واستقبال طلبات المواطنين وتقديمها إلى الرئاسة المشتركة. نعم. طيب بالنسبة للمشاريع الخدمية، شو في مشاريع خدمية عم تقوم عليها بلدية الشعب؟ نعم، تقوم بلدية الشعب بالإشراف على إصلاح الجسور المدمرة جراء العمليات الحربية في منبج وريف منبج بشكل عام. وتم الانتهاء منها تقريبا، كما يقوم المكتب الفني حاليا بالإشراف على صيانة الطرق. أيضا تقوم البلدية بالإشراف على سريع الصرف الصحي في إنهاء المدينة. أما في مشاريع على مجال النظافة، يقوم مكتب المرآة بأعمال النظافة على مدار اليوم. طبعا هناك دوريتين مسائية وصباحية بجميع أنحاء المدينة جمع وتحويل الكموم إلى خارج المدينة. كمان يقوم مكتب الصيانة بإصلاح خطوط الصرف الصحي المعطلة وخطوط الإنارة. أيضا يقوم مكتب الصيانة بالعمل في مجال الحدائق والدوارات، ويقوم أيضا بالعناية بالأشجار والسقاية. نعم، يعني مشاريع خدمية عديدة بيكون فيها بلدية الشعب. شاهين، قد عم يكون اهتمام البلدية بتنفيذ المشاريع، وحتى قد عم يلتزموا بمدة المشروع، وتقريبا قد بياخذ منهم وقت؟ تمكنت بلدية الشعب في مدينة منبج طبعا للأمانة خلينا نحكي من تأديت مهامها الخدمية المتعلقة في تطوير وتحسين المدينة من كافة النواحي، واستطاعت إنجاز كافة المشاريع في المواعيد المحددة. طبعا لأن المشاريع خفيفة، يعني ما هي مشاريع كثيرة على الواقع، في مواعيد محددة. ساعدت بلدية الشعب في الأول والأخير على تطوير المدينة وإظهار جمالية المدينة على أكمل وجه. وطبعا أنا برأيي الشخصي، يعني تعتبر مؤسسة أو لجنة البلدية في منبج هي أنظف وأنجح مؤسسة طبعا تعمل لخدمة المدينة والتعاون في الأمور الخدمية. نعم. طيب دعم يكون في تعاون بين الأهالي مع البلدية لحتى بالفعل العمل يتم، العمل اللي عم بيقوموا عليه يبقوا محافظين عليها تماما بالبلدية أو بالبلدة؟ طبعا تعمل لجنة البلديات التابعة لإدارة المدينة الديمقراطية تنبج وريفها، طبعا جاهزة على تنظيف وترميم شوارع وحدائق المدينة، وذلك بإطلاق حملات تنظيف. طبعا توجد حملات شبابية تساند عمال النظافة وتساعدهم وتدعمهم معنويا لتنظيف المدينة وتحسين منظرها وتنظيف مداخل البلد والشوارع.
توجد استجابة ملحوظة من أهالي لمساعدة البلدية والعمال بالنسبة لنظافة الشوارع والأسواق والحدائق وتنظيف الآبار نتيجة الردم، وتتابع الحملات عملها على النقل المذكور في جميع المناطق وفي جميع الحدائق. نعم، يعني في مشاريع الأهالي أيضا بيساعدوا بالعمل ضمن شاهين؟ في حملات فروعية، في حملات شبابية، في حملات توعية تطلقها البلدية عن طريق يعني يطبع خطوطات ورق ويحطوها في مع الخبز يعني في الأفران. هدفها طبعا توعية الناس، توعية الشعب في مواعيد أرم الجبالة وأرم القمامة والمحافظة على البلد. نعم، ولكن لابد أيضا من وجود مشاكل أو سلبيات لأداء البلدية. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، عن سلبيات البلدية. مع زيادة عدد السكان في منبج، حيث كان عدد السكان سابقا 200,000، أما ما بعد الحرب وقررت النزوح أصبح عدد السكان تقريبا يقارب 1,000,000 نسمة وأكثر. بتعاني البلدية وتحتاج إلى آليات وإلى عمال نظافة، وذلك بسبب كثافة السكان هائلة في المدينة، إلا أنها نوعا ما يعني بتأدي واجبها على أكمل وجه. طبعا زاد عدد السكان، طبعا بالتالي القمامة بتصير أكثر، الأوساخ بتصير أكثر، يعني محتاجة آليات ومحتاجة عمال طبعا غير عاملة لحتى تؤدي مهامها على أكمل وجه. نعم، هل في شكاوي من الأهالي مقدمة ضد البلدية شاهين؟ لا، ما أتصور في شكاوي، لأنه عملها مقتصر على شمالية المدينة ونظافة المدينة طبعا. والعمال النظافة والله يعني هن الفئة الوحيدة اللي بيستحقوا الاحترام في اليوم. نعم، طب خلينا نحكي أكثر شاهين عن هاي النقطة، عن النظافة بمدينة منبرج. خبرنا أكثر عن كيف عم يكون العمل. طبعا في مشاريع عدتها بلدية الشعب استكمال النظافة في المدينة، في مشاريع موجودة حاليا طبعا تقوم البلدية بكافة الدوارات مثل دوار البطة ودوار الدلة بالإضافة إلى زرع أشجار في المنصفات، أيضا تنظيف المنصفات من الأوساخ وانتقاش الأشجار، أيضا تخطيط حجر الأرصفة باللون الأسود. طبعا هاي كله في إظهار جمالية المدينة. طبعا في يوميا مثل ما ذكرت دوريتين، دورية صباحية ودورية مسائية لجمع القمامات والسيارات في عمال نظافة منتشرين باللي في المدينة. نعم، وحاليا في مشاريع الزينة، لا عم يكون في اهتمام بهذا الجانب؟ المشاريع الحالية اللي بتقوم فيها بلدية شعب من حيث تزيين المديني من المدينة حاليا يوجد مشروع ترميم وإعادة تأهيل حديقة البحتري الواقع أمام مشفى المدينة في المنبج. أيضا إعادة وتأهيل وترميم الحديقة العامة في قلب منبج، الأعمال جارية فيها، وهناك مشاريع أخرى غدا التنفيذ وهي تجهيز الإنارة في الشوارع الرئيسية مثل شارع التحرير وشارع البريد وطريق حلب وطريق جرابلس. العمل جاري على في هذه المشاريع حاليا. أيضا توسيع مداخل البلد وزرعها في أشجار الثرو وأشجار النخل. والغاية من كل هذه الأعمال هي إظهار جمالية المدينة على أكمل وجه. نعم شاهين محمد، أكيد بدي أتشكرك لانضمامك معنا. يسعد صباحك.